احنا حكينا المرة الماضية انه انا لما يكون عندي موديل او تيبل فيش في اوتو انكريمنت برايمري كي، او البرايمري كي عبارة عن مركب من حقلين او اكثر، تمام؟ ففي طريقة احنا ممكن نعملها لحل المشكلة هذه اللي هي باي ديفولت اللارافيل مش عاملة لها سبورت. احنا اول شغلة اتفقنا انه انا في عندي protected primary key اللي هو في عندي هنا بروبرتي اسمها primary key بحدد فيها اسم البرايمري كي كولوم، باي ديفولت هو بيكون اي دي. فانا لو انا فعليا انا عندي برايمري كي اسمه مختلف عن اي دي لازم ايش اغيره. الوقت لو انا بدي اخليه يكون عندي اكثر من كي فانا ممكن احطهم على شكل اري، بس جميع الاحوال اللارافيل مش هتفهمهم، تمام؟ فانا حجربها، بس انا بدي اعملها بالطريقه الوقت الحل اللي انا قلت لكم عنه. هلا اتفقنا انه اليوزر اي دي مع البرودكت اي دي الاثنين بيمثلوا لي هم البرايمري كي في الكارت، تمام؟ فانا حطيتهم في البرايمري كي على شكل اري. طب كيف انا بدي اخلي اللارافيل تتعامل مع هذول الاثنين؟ هلا في عندنا ميثود داخليه في الموديل اسمها، طبعا هي برضه نوعها بروتكتد، اللي هي فانكشن سيت keys for save query. set keys for save query هذه ميثود داخليه بتستخدمها لارافيل جوا الموديل. هذه ايش وظيفتها؟ انه بحط الوير تبع البرايمري كي، يعني هو بيبعث له حاجه بسميها الكويري بيلدر اللي هو فعليا الموديل تبع الداتابيز، وبنضيف عليه الشرط تبع البرايمري كي. الوقت هو باي ديفولت كان بيضيف شرط واحد انه وير البرايمري كي يساوي قيمه البرايمري كي، هنا بدنا نقول لا بدك تضيف شرطين هو اليوزر مع البرودكت، تمام؟ فهو بعث لي فعليا بعث لي اوبجكت من البيلدر، فانا حتى كمان عشان الاختصار اعمل له يوز فوق. كيف بدي اضيف؟ بدي احكي له زي هيك الكويري، تمام؟ وير، طبعا الكويري اللي وصلني من في الفانكشن هذا عباره عن زي موديل، وير اليوزر اي دي حيساوي مين؟ ذس يوزر اي دي query where، بضيف كمان وير كمان شرط البرودكت product مظبوط اي دي بيساوي this مش this لا البرودكت underscore اي دي. وبالاخر ايش بحكي له هنا؟ return للكويري هذه رجعها ثاني. يعني هكذا بصير اللارافيل لما بده يجي يعمل سيف او ابديت على هذا الموديل، الوقت هو كان باي ديفولت يدور على حقل اسمه اي دي ويحطه هنا في الشرط، يعني كان يحط هو زي هيك اي دي يساوي الاي دي. طبعا احنا في حالتنا فيش عندنا كولوم اسمه اي دي، فهذه حكايه تعطيني مشكله، حتعطيني خطا، تمام؟ فانا عملت اوفر رايت لهذه الميثود، قلت له لا انا في حاله الموديل هذا تحديدا بدي اياك تضيف البرايمري كي تبعي هو اليوزر اي دي والبرودكت، عشان هيك الاثنين حطيتهم في الشرط. لما يجي اعمل ابديت بدي اقول له وير اليوزر يساوي كذا والبرودكت يساوي كذا. لما حتى بدي اجي اعمل ديليت لهذا الموديل بدي اقول له وير اللي هو الاي دي يوزر اي دي يساوي مثلا قيمه الاي دي والبرودكت يساوي قيمه البرودكت اي دي، تمام؟ فهو لقيت حيصير داخليا يستدعيها ويفترض يطبق الشروط هذه صح. مش عارف اذا هذه ممكن تحل برضه الخطا الوقت اللي عندنا هان، خلينا نجرب. حلته هاي هذه صار لسه اثنين، احنا مين اللي خلينا يصير ثلاثة؟ قديش هذا رقمه البرودكت؟ رقم سبعة، نعمل تجربة رقم سبعة. هو يفترض هذا سبعة صح؟ صحيح، نضيفه على الكارد، يفترض يصير ثلاثة. قديش صار؟ هاي صار ثلاثة، هاي حلت المشكلة. مع انه يفترض بدونها انا فعليا هذه انا مش محتاجها، هذه وقت ايش بحتاجها؟ اذا رجعنا متذكرين الكل عملت له كومنت هنا لما انا جبت الكارت، شايفين الكارت لما جبته اول مره حس هاي الشرطين شايف تبع البرايمري كي، انا جبت الكارت على اساسه. لما طبعا في الكرييت لما كان عندي كارت في الكرييت هنا اشتغلت، بس لما جينا نعمل ابديت عطتني الخطا انه حاول قال لي الاي دي كولوم مش نوت فاوند، تمام؟ الوقت هذه حتشتغل، تمام؟ هذه حتشتغل معنا. لو انا قلت له مش زي هيك، لو انا قلت له كارد على طول كده ابديت، لانه خلاص الوقت الابديت لما تيجي تحط الشرط اوتوماتيك حتاخذ الشرط اللي انا قلت له ايش
في الميثود تحت اسمها set keys for save query. فهذه حل موضوع انه انا عندي موديل بيحتوي على برايمري كي من اكثر من حقل. كل ما علي نعمل خطوه، الوقت لو انا بدي اعملها شيء كومون اني استخدمه في كل التيبل، لقيت هذه الخطوه لو يعني انا عندي اكثر من موديل بنفس الفكره، بدل ما انا كل مره اكررها ممكن نعملها بطريقه عامه. تمام، كيف ممكن نعملها بطريقه عامه؟ خلينا اجي احكي مثلا جوا الاب، ممكن جوا الهيلبرز احطها في اي مكان. خليني اعمل نيو فولدر اسميه التريتس عشان تشوف برضه انا كيف انا بنشئ التريت وكيف بستخدم التريت. تمام، التريتس هذا عباره عن ايش؟ حكينا زي اوبجكتس بستخدمه جوا الكلاسز، طبعا هذا في البي اتش بي. تمام، فانا هنا عملت فولدر سميته تريتس، جوا التريتس حعمل نيو فايل حسميه مثلا يوز كومبوزايت كيز، طبعا هي مقصود للكيز المركبه الاكثر من حقل. تمام، بي اتش بي، طبعا النيم سبيس حنلزم بايش؟ بحسب الاستراكشر، انه انا في النيم سبيس تبع الاب عندي صار مجلد اسمه تريتس. جوا التريتس انا عملت الكلاس اللي اسمها خلاص انا هنا النيم سبيس، فلقيت هنا مش حنحكي كلاس، حنحكي تريت. اسم التريت هو نفس اسم الملف اللي هو يوز كومبوزايت كيز. جوا التريت ايش حعمل؟ هاخد هذه الميثود زي هيك وهي اللي حاحطها ها. تمام، طبعا البيلدر لازم نعمل له يوز، طبعا هذا بنستخدم البيلدر اللي تبع الاليكوانت، لانه في عندي نوعين بيلدر في اللارافيل، في بيلدر في الداتابيز بشكل مباشر زي هيك، وفي بيلدر تابع للاليكوانت. تمام، احنا عشان بنشتغل مع الموديل فحنشتغل مع الاليكوانت بيلدر. طيب طب ماشي، الوقت لو انا بدي استخدم هذا التريت في اكثر من موديل معناته الكيز هذه متغيره مش ثابته، فكيف انا ممكن اجيبها؟ هنفترض كالتالي for each، لانه اكيد الكيز حتكون عباره عن array. تمام، ممكن احكي له زي هيك this والبرايمري كي، عشان عندي هنا لما عملت كارت لا هو كي واحد، لما انا عملت الكارت وحددت فيه البرايمري كي ايش رحت استخدمت البروبرتي اللي اسمها استخدمت البروبرتي هذه اللي اسمها برايمري كي، وهذه البروبرتي عباره عن ايش؟ عباره عن اريز بتحتوي على اسماء الكيز. تمام، فانا ممكن زي هيك وانا في الكومبو احكي له فور ايتش برايمري كي. تمام، مثلا از كي، طبعا ايش احكي له؟ الكويري تاعتنا وير، هنا كنا حاطين اسم فحاحط كل الكي اللي هو الاسم تبع الحقل. القيمه من وين بدي اجيب قيمته؟ طيب باجي احكي له زي هيك ذس مثلا في عندنا حاجه اسمها اتريبيوتس، هذه بتحتوي فعليا على كل القيم بتاعت الموديل هذا. طبعا عباره عن الاتريبيوتس عباره عن اري، الكي هو اسم الحقل والفاليو هي القيمه المقابله لهذا الحقل. يعني كل موديل حلاقي جواه اري اسمها اتريبيوتس. الاتريبيوتس عباره عن الاري فيها البيانات الفعليه بتاعت هذا الموديل، الكل كي كل كولوم ايش مقابله الفاليو تبعته. فلو انا قلت له اتريبيوتس اوف ايش؟ اوف الكي، هيرجع لي قيمه ايش؟ قيمه الكي هذا. تمام، لو قلت لو انا عندي اكثر من كولوم فانا قاعد الف عليهم بحطهم في الشرط قاعد، وفي الاخر بعمل ريتير للكويري. هلقيت انا هنا مثلا في الكارت موديل بدل ما كنت معرف هذه هشيلها من هان، وحاجة اقول له فوق انه انا بدي استخدم التريت اللي اسمه هاز يو، عفوا يفترض نسميها هاز لانه نتكلم على هاز، او لو ظلت يوز مش مشكله، بس خلينا نعمل رينيم للملف عشان التسميه الصح مش اكثر. هاز، وبالتالي حنسمي هنا التريت هاز. تمام، حاجي هنا على الكارت احكي له يوز لهاز كيز. تمام، دائما التريت بستخدمها جوا الكلاس، فصار الوقت كاني مسكت الميثود هذه اللي في التريت حطيتها جوا الكلاس، صارت جزء من الكلاس. لقيت يفترض لو حولنا مثلا على برودكت رقم قديش هذا رقم 5، هاي برودكت رقم 5 نضيفه على الكارت
اكسباير لازم نعمل ريفرش للصفحة يكون السي اس اف توكن صار اكسباير. هاي رقم 5 صار في هو الصح 4، انا من امبارح كان 3 بس مش عارف ليش لما اصلا فتحته طلع لي 1 من اول. هاي مرة ثانية ريفرش نرجع لرقم 5 نضيف عليه عشان يصير 5 مش 4. هاي صار في قلبه 5 تمام. فهيك صار انا لاي موديل بتكون من من برايمري كي عباره من اكثر من كولوم فانا ممكن استخدم التريت هذا اروح اعرفه عندي. فكره التريت فقط انه انا بعمل اوفر رايت لميثود اسمها سيت كيز فور سيف كويري تمام. فكرتها انه انا بحط الشرط حسب كل الكيز الموجوده عندي انه الكي اللي جاييني في البرايمري كي يساوي مين بحط فيه القيمه تبعته. طبعا طبعا ممكن تكتب اكثر طبعا جيت ممكن احكي له في حاجه اسمها جيت كي جيت كي نيم. هذا الميثود ايش بترجع؟ بترجع فعليا نفس البرايمري كي بروبرتي. يعني هذا كيف عشان تشوفوها لو رحنا على الموديل تمام في عندي هنا كنترول اف حاجه اسمها جيت كي نيم هيها هذا ايش جواها بترجع مين؟ نفس البروبرتي نفسها بس استخدمت ميثود بدل ما اصل للبروبرتي بشكل مباشر تمام. بدي اجيب قيمه الكي نفسه بس هنا مش حتلزمنا لانه في عندي حاجه اسمها جيت كي لحالها بدون كلمه نيم. هذه بترجع قيمه الكي هي ايش بسوي؟ جيت اتريبيوت للاسم تبع الكي. طبعا جيت اتريبيوت لو انا دخلت عليها ايش بتسوي؟ وين عاد هو حاططها داخل لفات كتير. هاي الايش الاتريبيوت اللي بحكي لكم عنها تمام. فانا برضو ممكن استخدم حاجه اسمها جيت اتريبيوت بدل مثلا هنا اشتغلت على مباشره اتريبيوت ممكن احكي له ايش ذس جيت اتريبيوت تبع الكي الحالي اللي انا فيه طبعا يعطيني نفس الناتج تمام. ممكن لو كتبتوها زي هيك بينفع. هذا الكي متغير بس انا حاطه كانه بروبوريتي لمين؟ لذس. الوقت زي هذه زي قصه الفاريبل اوف فاريبل الكي فاريبل ايش قيمته مثلا؟ كلمه اي دي فمعناته زي كاني بحكي له ايش؟ ذس اي دي يعني حسب قيمه الكي. فهذه الطريقه لو شفتوها صح زي هيك زي كاني بحكي له ذس اي دي على اساس انه قيمه الدولار ساين كي كلمه اي دي تمام. فلو شفتوا شغله زي هيك ما تستغربوش منها. خلينا على جيت اتريبيوت هذا حل ممكن نستخدمه في اكثر من مكان. هالوقت هذه الكارت فعليا حتشتغل. يعني لقيت لو انا رحت وقفت الكود هذا ونرجع للكود اللي استخدمناه في الاول اللي انا بالاول بحاول اشوف اذا في عندي اصلا العنصر هذا موجود في الكارت او لا. اذا موجود بعمل ابديت. هذه المشكله اللي اعطتني المره الماضيه مشكله عشان موضوع البرايمري كي حقلين مش حقل الواحد. الوقت يفترض على الحل اللي احنا عملناه تشتغل بدون مشاكل. طبعا else بعمل كرييت بشكل عادي. لو رحنا على اي حقل من مثلا هذا منتج جديد حيفترض ينضاف اضافه اللي هو رقم 6 ضغطنا عليه هاي واحد منهم 6 نضاف جديد اعتقد هذا. هذا كنت لو ريحت ضغط على 6 مرتين فصار يصير العدد 2 العدد 2 اللي هو هذا مرة ثانية هاي العدد صار 2 ده منتج رقم 6 تمام. هذه المرة الماضية بدون الحل اللي احنا عملناه عملت لي مشكلة تمام. ما لقيت صار بامكاني اتعامل مع الموديل زي ما انا متعود. لو انا جبت الموديل اعمل عليه ابديت او تريت زي ما احنا متعودين لما حلينا مشكله البرايمري كي المكون من اكثر من حقل. طبعا هنا لاحظوا كم عمليه عملنا. هي فعليا هذه كل الخطوات عملناها هي بتنعمل هنا. ف يعني بستيب واحده خليت اللارفل تنفذ لي كل الخطوات هذه اللي انا كتبتها تحت. فبصير برجع لكم الامر هل انا اشتغل هيك
لقيت هذه مغلباك عامل لك مشاكل بترجعوا للطريقه هذه، يعني بجميع الاحوال بقدر اشتغل باي طريقه. خلينا نشتغل الطريقه الاولى وبعدين نخليها لكم كريفرنس. تمام، هيك انا صار عندي موضوع الكارد جاهز. طبعا الحذف من الكارد، لما نكمل موضوع اللي هو الريموف، انه انا بحذف القيمه من الداتابيز صح. فاحنا نفس القصه، اذا كان اليوزر عامل لوجن ممكن نعمل تشيك، ناخذ نفس الخطوه دي بشكل سريع. هل قلت التقليل بدك تصير من هنا، شايف فيه وعامل لك زر اسمه ابديت، فيفتح هذا عباره عن فورم انت بتبعت فيه مقابله القيمه وقديش جواها، وانت بتصير تعمل سيف حسب القيمه اللي اختارها. ممكن نعملها الوقت هذا العمليه بشكل سريع، بس هنا نعمل موضوع الريموف بشكل مباشر. اذا كان انا عندي يوزر ايش بدي اعمل؟ ممكن على طول احكي له من الكارد وير اليوزر اي دي يساوي من اليوزر اي دي اللي وصلني اللي انا شغال عليه، زائد بدنا نحط شرط مين كمان، مين البرودكت اللي انا بدي اشيله. مظبوط، هاي كمان وير البرودكت اي دي يساوي البرودكت اي دي اللي وصل من هنا. تمام، اذا موجود القيم هذه هحكي له ايش بدل ابديت، هحكي له ديليت. طبعا احذف لي هذا الريكورد من داتابيز، وفي النهايه بعمل له ريتيرن، يعني حذف. فانا ممكن اعمل ريتيرن يروح على يجي على صفحه الراوت بس بدون اي كوكي. غير هيك حفترض انه بيشتغل على الكوكي. فانا اذا كان في عندي يوزر فانا بحذفه من الداتابيز وبرجع صفحه الكارد. خلينا نعمل تيست للمنتج رقم 6 هذا. هاي انحذف من الداتابيز، المنتج نفس رقم 5 نفس الخطوة. طيب موضوع الابديت كارد، لو انا بدي ابعت هدول القيم كلهم مرة واحدة، يعني برضو كمعلومة كيف انا اتعامل مع اكثر من قيمة. هاي نعمل ميثود جديدة قبل الريموف، نسميها هنا public function، نسميها ابديت للكارد. يفترض الابديت حيصلني request. طبعا نفس القصة، بدي اشوف اذا اليوزر عامل لوجن او لا. طيب الوقت انا فعليا حيصلني اكثر من برودكت، وكل برودكت قديش قيمته الجديدة اللي صار، يعني ممكن اليوزر صار يزود هنا قيم وهنا يقلل وهنا زود، وفي الاخر راح ايش عمل؟ ابديت. فانا فعليا حيصلني اكثر من برودكت، وكل برودكت له الكوانتيتي الخاصة فيه. فاحنا اول خطوة قبل ما نبدا نشتغل هنا بدنا نروح على ملف الفيو ونعمل الفورم هذا، لانه هذا فعليا مش جاهز لسه الفورم. فبدنا نروح على الفيو تبع الكارت، وهي التيبل احنا بنرسم فيه. طبعا هو عامل فورم مش حاطط فيه اكشن، يبقى احنا قد حنعمل هنا جوا الاكشن اللي حيوديني على الابديت ميثود تبعتنا. هنحكي له راوت، وحنفترض انه في عندي راوت اسمه كارت دوت ابديت. بدنا حننشئ الراوت هذا لانه مش موجود لسه. تمام، طبعا عشان نحمل ابديت فلازم نحكي له شنو ات سي اس ار اف زائد ات ميثود للبوت، على فرض اني هستخدم طريقه البوت. طيب انا بهمني فعليا في كل الفوق في كل جزء ايش بهمني؟ هذا الحقل. تمام، هذا الحقل بدل ما نعطي كل انبوت اسم هستخدم اسم واحد واتعامل مع هذول الانبوتس كلها على شكل اري. فعشان هيك حنسمي الانبوت اللي هو هي الانبوت تبع الكوانتيتي، تمام، مالوش اسم، هكذا حاعطي له اسم، حاحكي له نيم يساوي حسميه مثلا كوانتيتي، بس حاعطيه ايش؟ قوسين. هيك بصير حيصلني الثلاث حقول على شكل اري، حيصلوني جاهزين بدل ما اعطي لكل واحد اسم. طب كيف بدي اميز كل كوانتيتي تبع لاي برودكت؟ ممكن احط الكي هنا هو البرودكت اي دي نفسه، يعني اجي احكي هنا احنا قاعدين اوريدي نلف على البرودكت هيو، فانا بحط الكي تبع الحقل هو البرودكت اي دي. فصار كان عندي فعليا الكوانتيتي الانبوت هذا حيصلني على شكل اري، الكي هو البرودكت اي دي، والفاليو هي الكوانتيتي الموجوده جوا الحقل هذا نفسه. فهيك انا ممكن اتعامل مع اي حقل بيصلني في الدات من الاتش تي ام ال على شكل اري بالطريقه هذه. طبعا لو انا ما حطيتش كي
هيشتغل على الكي التلقي اللي هو 0 1 2 3 4. لو انا اعطيته كي سواء اسم او رقم تمام هيستخدم الكي هذا. فهيك بصير انا لما يصلني هذا الكوانتيتي هتصلني في الريكوست هصير عارف مين البرودكت تبعها قديش قيمه الكوانتيتي. ايش بتفيدني هذا عن انه استخدم طريقه هذه بدل ما انا لقيت انا مش عارفه كم برودكت اليوزر حاطط. يعني هنا ممكن يكون عندي 10 او 20 برودكت صح ومش عارف ايش الاي دي بتاعته. يعني ايش عندي هنا شيء متغير مش دايناميك. فانا مثلا بعرف انه حيكون في عندي كوانتيتي فبدل ما انا اعطي كل حقل راندوم نيم او احكي له مثلا كوانتيتي اندر سكور برودكت اي دي وبالتالي حيصلني كل واحد كانبوت مستقل انا هيك يصلوني كلهم انبوت واحد على شكل اري تمام. فهذه الطريقه الاسهل في التعامل مع شغله زي هيك. هكذا خلينا عشان نكمل الشغل نعرف الراوت فبدنا نروح على ملف الويب دوت بي اتش بي وين جزئية الكارت. هذه الكارت حنضيف عليها راوت جديد بطريقة البوت تمام. حيروح على الميثود تاعت الابديت حيكون اسمها كارت دوت ابديت. الوقت هنا طبعا ريفرش عشان بس بوريكم كيف شكل صار شكل الانبوت. بس قبل الريفرش نرجع شوية على ملف البليد. وين ملف البليد؟ الوقت بعد الفورم وين ال مش الهو كارت بس نتأكد من الزر. الوقت هو حاطط اللي هو ابديت عامله ايش لينك. احنا مش هيكون لينك هنا هيكون بوتون التايب تبعه سبميت فيش له اتشريف طبعا. هنا كلوز بوتون عملنا ريفرش اختلف شكله بس مش مشكله صار عندي بوتون تمام. لقيت لو عملنا في الكارد كنترولر هنا في الابديت بس عشان تشوفوا اللي حيرجع هاي ريتير لريكوست من البوست وصلني حاجه اسمها ايش اسم الحقل كوانتيتي. مش هحط طبعا الاقواس هنا هحط فقط اسم الحقل بدون الاقواس. ولقيت الكوانتيتي هترجع لي على شكل اري. لو انا عملت سبميت هاي مثلا عندي هنا 2 5 2 طبعا فينا شغله هنا بعته بطريقه ايش طريقه الجيت عشان انا في الفور مش حاطينه حطيناش الميثود فهو الديفولت ميثود لو ايش محدده حتكون جيت. يعني لازم نحكي له هنا ميثود بوست هنعمل باك هنعمل ريفرش تمام. هاي ابديت في الريكوست في عندنا غلطه هنا طبعا الكي زي ما هو كلمه برودكت اي دي عشان هيك بتلاحظوا بيوصلني حقل واحد ليش؟ لانه نفس الكيف اخذ اخر حقل. الغلطه طبعا هنا نحن ما حطيناش الاقواس هان ما حطيناش الاقواس تاعت مين؟ الاكسبريشن يفهم انه انا بدي اتعامل مع حكا قيمه. طبعا هنعمل باك مع ريفرش جيت مرة ثانية ابديت البرودكت رقم 4 جوا 2 البرودكت رقم 5 كوانتيتي 5 البرودكت رقم 8 الكوانتيتي 2 تمام. ففعليا وصلنا على شكل اري. طبعا لو عملناها فار دام حيكون شكل اوضح كمان من هيك. لو عملته بدل الريتيرن فار دام للكوانتيتي حيعطوني بشكل اوضح. فانا هنا ممكن احكي له ايش الكوانتيتي تساوي القيمة اللي واصلة من هان. هالوقت كل ما علي اني اعمل هنا فور ايتش الف على مين؟ على كوانتيتي طبعا از مثلا كيو. هلقيت ممكن نستغل موضوع ايش انا على طول هيك احكي له كارت هو يفترض انه تعمل ابديت فيفترض انه انا الكوانتيتي الايتيمز كلها موجودة فبحكي له كارت وير هنحط الشرط تبعنا اللي هو نفس اللي حطيناه من فوق عشان ما نطولش وين راحوا هما الشرطين هدول. طبعا ممكن كطريقة ممكن انا ابعت في وير اري
يعني ممكن اعمل وير واحده احط فيها اكتر من شرط زي هيك. يعني الوير بدل ما اعمل وير لليوزر لحال وير للبرودكت لحال، ممكن في الوير نفسه ابعت اري، وبالتالي يعتبر ذاك اني حطيت شرطين، شرط لليوزر وشرط للبرودكت. طيب طبعا احنا اتفقنا على الوقت الكوانتيتي الكي تبعها هو البرودكت، فانا فعليا لازم استخدم از مثلا برودكت اي دي والفاليو هي الكوانتيتي زي هيك، لان انا معني بالبرودكت اي دي عشان اعمل عليه الابديت. تمام، فانا اختصرت وسميته بي اي دي، فبنحط هنا البي اي دي في المنطقه هذه. الوقت وير يوزر اي دي اللي من الاوثنتيكيشن، واللي برودكت اي دي هو الكي تبع الاري. تمام، هذا الشرط انا ايش بدي اعمل؟ بدي اقول له اعمل لي ابديت للحقل اللي اسمه كوانتيتي، صح؟ ايش قيمتها هتكون؟ مش هنستخدم هنا كوانتيتي بلس القيمه الوصلاني، انا وصلاني القيمه الفعليه تاعت الكوانتيتي، فخلص بعطي له ايش؟ الكيو. تمام، يفترض خلص، لقيت بعد ما يخلص يلف عليهم بدي ارجعه على صفحه الكارت، فبنعمل ريتيرن. طبعا هنعمل ريتيرن مش جوا الفور ايتش، انتبهوا لها برا، هنعملها برا. انا عمل التست، طبعا هيدا انا ما غيرتش حاجه، فهتضل القيم زي ما هي، ضلت قيم زي ما هي. لو انا زودت على هذا 3 5 وهذا قللته ل 3 وهذا خليته 1، حكينا الابديت هاي ايش؟ لا ما عملش ابديت. الوير بتاخد شكلها بتاخدش اري. مش عايز هم مغيرين عليها، خلينا نجرب الطريقة اللي احنا متعودين عليها. عليكم السلام. نجرب هيك، ما نخلي هذه 3، هذه حزود على 3 وهذه حقللها ل 1، هذه خليها 4. صح مكتوبة كوانتيتي صح؟ طيب في الموديل تبع الكارت انا كاتبها صح ولا غلط؟ مكتوبة صح. ليش مدى؟ اتفقنا الكي هو البرودكت، احنا في الكارت نتكلم عن يوزر، نتكلم عن برودكت، والكيو هي الكوانتيتي. هعمل بس تيست بسيط، هعمل هنا ريتيرن لا بي اي دي مع الكيو ابديت، هدخلش اصلا الجملة هذه كلها، ما دخلش الاف.
تمام، ما دخلش جملة الإف عشان هيك ما نفذش حاجة. هو ليش؟ ما هو عامل مفترضني إنه أنا مش عامل لوجن، فشكله اللوجن راح. أنا يعني روحت لصفحة اللوجن، مظبوط. ليش راح اللوجن؟ هذا سؤال تاني. عملنا 5 دقايق السيشن، بس مفترض ما إحنا بنشتغل يعني. طبعا هي بس المشكلة كانت إنه أنا مش الاري جربت، ممكن تراجعوها الوير اللي احنا عملناها يعني، عمل زي ما قلنا في الاول، عشان بس افرجيكم الطريقه تاعت انه ببعت الري في الوير. عندي هنا الصح، تمام. الوقت مره ثانيه كان يجيب لنا من كان يجيب لنا من السيشن من الكوكي. طيب هي 4 وهذا 1، اخليه مثلا 1 2 وهذا 2 ابديت. هي بتزبط انا، بس هو الواحد لما تصير مشاكل بصير يشك في الكود، تمام. هاي 4 1 2 2، تمام. طب لو فرضا بعت قيمه 0، كانه ايش مع ايش قصده هنا؟ بدي يحذف، معناته احنا لازم اعمل تشيك على الكوانتيتي على الكيو هذه. اذا كانت قيمتها 0 بديش اعمل ابديت، بدي اعمل ديليت، تمام. فانا ممكن اعمل تمام، ممكن نعملها شغلة زي هيك، نعمل حاجة اسمها مثلا كارت يساوي القيمة هذه قبل عند هنا، انه انا مثبت الشرط، الشرط حيكون ثابت في جميع الاحوال، سواء بدي اعمل ابديت او بدي اعمل ديليت. هالوقت هنا حنعمل تشيك اف قيمة الكيو تساوي 0، فانا بدي اعمل هنا حذف، وبالتالي حكي له مين؟ الكارت ديليت. طبعا الكارت من وين جاتني؟ من هنا، فهو ماخذ اوريدي الشرطين هذول، بس بدل ما احكي له ابديت قلت له ديليت. إلس هنحكي نفس الكارت تاعتنا، بس هنستخدم مين؟ الابديت مع قيمة الكوانتيتي. نعمل تيست، لو انا مثلا هذا الايتم هيني صفرته، تمام، ابديت ايوه ايش انحذف، تمام. هالوقت في السالب انت ممكن تعمل في الفاليديشن، يا ممكن تعتبر السالب كانه بدي يحذف، او انت هنا هدف دير بالك هذه، انت ممكن هنا في الانبوت نفسه تحكي له المينيمم 0. هذه ممكن عادي في ملف البليد على مستوى الانبوت تبع ال HTML اللي هو هذا، بما انه نوعه نمبر بقدر اعطي له حاجه اسمها هنا من، تمام. المين تساوي 0، بس في جميع الاحوال ممكن يحط لك سالب. فانت يفترض عندك فاليديتور القيمه، اقدر افرجيك كيف. هذا وقت انا حطيت، شوف 0 ثبت، بس لو انا جيت كتبت يدويا سالب 1 كتب، تمام. فانت في جميع الاحوال ما تركينش على اللي انت بتحطه في الفوق في الاش تي ام ال، اعمل فاليديشن بشكل دائم. طبعا انا ممكن اعمل فاليديشن بسيط، انه كان اذا كانت الكوانتيتي مثلا اقل من او يساوي 0 بدي احذف، لو بعت لي سالب يتحمل مسؤوليه انه بعت لي سالب عادي يعني، تمام. لانه في الالس لو انا خليتها الس، السالب 1 حتصير في الكوانتيتي، فانا بديش يعطيني سالب في الكوانتيتي. او انت ممكن تفحص اذا السالب، تعمل ايه عمليه، لا بتعمل ابديت ولا بتعمل ديليت، يعني انت بتصير انت بتحدد ايش بدك تعمل. طيب هلا لقيت النقطه اللي بدنا نصل لها، موضوع التشيك اوت اللي هو بده ينشئ الاوردر. هالوقت التشيك اوت معناته انه بده ياخذ القيم اللي في الكارت وينشئ عليها اوردر، تمام. انا للتسريع مش حنعمل انه تشيك اوت عباره عن اكشن يوديني على كرييشن للاوردر، حياخذ البيانات نفسها هذه بس حينشئ لي اللي هو ايش الاوردر. فخلينا نعمل كنترولر تبع الاوردر، بي اتش بي ارتيسان ميك كنترولر، هو اسمه اوردرز كنترولر. طبعا عشان نكمل هنيجي نحكي هنا على مستوى الراوت، هنعرف بطريقة البوست انه حيروح على حاجة اسمها اوردر، وحيروح لي على الاوردرز كنترولر، ونفترض الميثود اسمها ستور، عفوا هنسمي هذه الراوت، هنسميه مثلا order.store او .create اللي بدكم اياه.
صار انا كده عندي اوردر راوت بروح على الاوردرز كنترول احنا انشاناه، وعندي حتكون ميثود اسمها ستور، وبالتالي هنروح على الكنترولر تبع الاوردر اللي انشاناه، وهنعرف هنا function store. طبعا الستور بمنها request، بمنها عفوا بوس، حتصلني request فيها. طيب هلا كده في عندي طرق، يا اما بدي اقرا القيم من هنا، يا اما انا اصلا اللي في موجود في الكارت هو اللي بدي اعمله في اوردر. تمام، فانا خلينا ناخذ ان انا خلص ضغط على تشيك اوت، فانا بدي اقرا ايش موجود عنده هالوقت مخزن في الكارت، هاخده واحطه في الاوردر. تمام، فاحنا ايش اول خطوه بدنا نعمل؟ انا قلت احنا اتفقنا الاوردر شغلتين، طبعا اول شغله احنا بدنا اليوزر، فعشان هيك هاي اليوزر هيجيني من الاوث. طبعا انا ممكن خلص احمل اوردر انه لازم يكون الشخص عامل اوثنتيكيشن، يعني ممكن اروح على الويب احكي انه هذا بدي يمر على الميدل وير تبع الاوث، انه لازم يكون الشخص عامل لوجن. انا رايح راسي من البدايه، بديش القصد يعمل لي اوردر، انا بدي واحد عامل لوجن هو اللي يعمل اوردر. طيب هالوقت هنا اكيد لما احكي اوث، طبعا اوث نجيبها لليوزر، حيرجع لليوزر اكيد، فبحتاج اعمل تشيك على اليوزر هنا. طيب بدنا ننشئ اوردر، فاول خطوه هي اوردر يساوي اوردر فورس، بدنا نشتغل الفورس فيل فورس كرييت. تمام، ونبعث القيم بتاعت الاوردر. هالوقت احنا لما انشانا موديل الاوردر، طبعا اوردر لازم نعمل له يوز في الاوردر، لو رحنا على ملف الميجريشن نشوف ايش القيم اللي احنا بدنا اياها. الاوردر في له يوزر اي دي، في له ستاتس، وايش حطينا كمان، وفي تاسك اللي هي التاكس والديسكاونت. انا فعليا بهمني فقط اليوزر اي دي حاليا، والستاتس نحطها مثلا بيندنج، وعلى فكره انا حطيتهم كلهم منهم ديفولت، فانا لو بس بعتت اليوزر بكفي. تمام، ف فورس كرييت انه اليوزر اي دي قيمته من وين، من اليوزر اي دي. تمام، هذه الطريقه ممكن استغل موضوع الريليشن. احنا على مستوى اليوزر موديل عملنا ريليشن مع الاوردر او لا؟ اليوزر موديل عملنا ريليشن اسمها ايش؟ اوردرز. هيها انه اليوزر ممكن يكون له اكثر من اوردرز، فانا ممكن انشئ من خلال الريليشن هذه، فانا ممكن احكي شغله زي كده، يعني هذا ممكن توقفوها. طبعا ممكن تبعتوا في الاري القيم الثانيه، الستاتس والتاكس والديسكاونت والشغلات هذه كلها. حكيت انا ممكن احكي نفس الحاجه، انه الاوردر يساوي من اليوزر، هتجيب الريليشن اسمها مين؟ اوردرز. هذا الريليشن بدي اضيف عليها عنصر جديد، عشان هيك بحكي له هنا ايش؟ كرييت. برضه كرييت لمين؟ اكيد لو انا عملت كرييت فاضيه هتظبط؟ هتظبط. ليش؟ لانه اوتوماتيك من الريليشن هياخذ اليوزر اي دي، فانا مش محتاج ابعته. من الريليشن هياخذ اليوزر اي دي، فانا مش محتاج ابعته. باقي القيم عشان انا معطيها ديفولت هياخذ، بس انا ممكن خليني اعطيها قيم، خلينا نحكي مثلا الستاتس هتكون اللي هي احنا ايش افترضناها؟ بيندنج بيمنت او بيمنت بيندنج. وين الملف؟ سميناها بيندنج بيمنت. لو افترض انه حيكون في عنده ضريبة، عشان نشوف كيف نعمل كالكوليشن، حيفترض انه في عنده تاكس قيمتها 14% اللي هي ضريبة القيمة المضافة، فممكن نحكي له زي 0.014 اللي هي 14%. او لو هو كتب 14 انا بكون عارف انه هي دي نسبة مش قيمة. مثلا ديسكاونت ديسكاونت ممكن نحكي انه ماخذ ديسكاونت قيمته مثلا قيمة، هل كده احنا هنعتبرها نسبة او قيمة من حسب الابليكيشن، هنفترضها قيمة، فانا هحكي مثلا ديسكاونت 10 دولار، بديش ابعت قيم ثانية. وفين هم القيم هذول؟ هذا حينشئ ايش؟ حينشئ لي اوردر. الوقت بدي احدد ايش العناصر اللي في الاوردر. تمام؟ فانا يفترض حنجيب البرودكتس من الكارت وابدا اضيفهم مين؟ على الاوردر برودكت.
مش انا عندي تيبل تاني اسمه اوردر برودكتس، يعني هذا الاوردر ايش البرودكتس اللي فيه. طبعا وين حجيب البرودكتس؟ حجيبهم من الكار تبعت اليوزر. فحنيجي نعمل شغله زي هيك فور ايتش اليوزر الحالي، احنا عملنا ريليشن سميناها ايش كارت برودكتس، اللي بتجيب لي البرودكتس اللي في الكار تبعت اليوزر. طبعا از برودكت هنا برضو هستغل انه الاوردر انا عملت عليها ريليشن. وين الاوردر برودكت؟ وين برو او هنا؟ طيب احنا برضو لو رجعنا على الموديل تبع الاوردر، انا عامل ريليشن ايش مسميها؟ البرودكتس اللي هي فعليا البرودكتس اللي موجوده جوا الاوردر هذا. برودكتس احنا عاملينها ماني تو ماني، لا ثواني، هذا الاوردر البرودكتس اللي فيه، لا هنا على فكره علاقه 1 تو ماني، ليش احنا عاملينها ماني تو ماني؟ لانه الاوردر له اكثر من برودكت، بس البرودكت اللي في الاوردر هذا مش حيكون الاوردر ثاني. هقولكم ليش. هي المنطق انت بتتخيلها انه هي فعلا علاقه بسيطه، بس هي فعليا 1 تو ماني هنا، لانه انا حاطط في جدول، انا حاطط في جدول ال البرودكت حيكون لاكثر من اوردر، والاوردر اكثر من لا خلاص هي 1 تو ماني تو ماني. صحيح صحيح، هي جميع الاحوال لو خلينا حتى 1 تو ماني مش هتفرق معنا، يعني مش هتاثر في الشغل كثير. طيب نرجع للاوردر، مظبوط العلاقه هي ماني تو ماني يعني، بس نرجع على وين راح الموديل تبع الاوردر. اذا هنا فعليا علاقه ما بين الاوردر والبرودكتس، فعليا علاقه ماني تو ماني. الاوردر كنترولر تبعنا هذا ما فيش مشكله كده، ممكن استغل برضو نفس الاشي، استغل الريليشن ما بين الاوردر والبرودكتس. ممكن احكي له زي هيك اوردر برو تاكس، جبت الريليشن تاعت البرودكتس اللي على مستوى مين؟ اللي على مستوى الاوردر. انا فعليا انا يفترض انه هو انشا لي اوردر وموديل، فانا من خلال اوردر موديل انا وصلت لمين؟ للريليشن تاعت البرودكتس اللي انا معرفها على مستوى هذا الاوردر. الوقت هنا في عندي ميثود اسمها لما تكون علاقه 1 تو ماني بستخدم حاجه اسمها كرييت، تمام؟ لما تكون العلاقه ماني تو ماني عندي حاجه اسمها اتاش، انه ارفق لي هذا القيمه، ارفق لي اياها للبرودكتس هذول. اذا الكرييت بستخدمها لما تكون على مستوى ريليشن نوع 1 تو ماني بستخدم كرييت، الريليشن من نوع ماني تو ماني بستخدم حاجه اسمها اتاش. عليكم السلام. يلا ابدا قبل ما نكمل. لقيت هذه الاتاش ايش بتاخد؟ انا ممكن في الاتاش ابعث له الاي دي تبع البرودكت، فهو اوتوماتيك حيربط انه هاي الاوردر اي دي وهي البرودكت اي دي، فهو بياخذ فقط البرايمري او الفورين كي الثاني، تمام؟ يعني هو من وين جاب الاوردر اي دي؟ جابه من الموديل تبع الاوردر. الوقت هو ايش؟ انا لما بدي اعمل اتاش معناته انا محتاج مين؟ محتاج البرودكت اي دي اللي هو الفورين كي الثاني تبعنا. طبعا البرودكت اي دي حنجيبه من هنا من الموديل هذا. بس انا في عندي بيانات اضافيه، يعني انا قلت يفترض في الاتاش انا ممكن ابعته فقط زي هيك برودكت اي دي، تمام؟ فاوتوماتيك حيصير حينشئ لي في جدول الاوردر برودكتس حينشئ لي ريكورد اللي هو الاوردر اي دي ماخذه من الاوردر موديل، والبرودكت اي دي حيكون ماخذه من وين؟ من القيمه انا بعت له اياها في الاتاش. طب انا عندي في الجدول في عندي قيم ثانيه اللي هي قيمه البرايس والكوانتيتي، صح؟ في عشان تشوفوا الجدول تبعنا. لقيت في الاوردر برودكتس، تمام؟ في عندي الاوردر حنجيبه جابه هو اوريدي من وين؟ من هنا من الموديل نفسه. البرودكت اي دي هيني بعثت له اياه في الاتاش. لعندي هنا ممكن اوقف، تمام؟
بس الوقت القيم هذه مش هيعبيها اللي هي قيمه الكوانتيتي وقيمه البرايس. فلو انا بدي اخي يبعث يعبيها فالاتاش هذه انا ممكن ابعث له في السكند ارجيومنت اري بالحقول الاضافيه. تمام. فالحقول الاضافيه ايش هي عندي؟ اللي هي الكوانتيتي كوانتيتي وهتكون لها قيمه هنشوف ايش هي، والبرايس هيكون لها قيمه. طيب الكوانتيتي من وين هنجيبها؟ يفترض انا من الكارت برودكتس موديل، هذه بترجع لي الريليشن مع الجدول الوسيط اللي احنا سميناه اللي هو البايفوت تيبل. تمام. اذا متذكرين في المره الماضيه في الكارت برودكت، نرجع شويه لليوزر موديل عشان تتذكروا احنا ايش كنا عاملين. هاي الريليشن اسمها كارت برودكتس، هي برضه عباره عن علاقه ماني تو ماني. الوقت حكينا له ايش؟ ويذ بايفوت عشان اخليه يرجع لي القيمتين هذول. فصاروا لما يرجعوا لي حيرجعوا لي ايش؟ اللي هو جوا موديل اسمه بايفوت، بعدين جوا بقدر اصل للكوانتيتي او البرايس. لما عملنا هنا از فانا بدلت كلمه بايفوت بكلمه كارد، فانا قلت لما بدي اصل للقيمه هذه والقيمه هذه حاجه زي هيك احكي له البرودكت اللي انا حاليا شغال عليه. هنا في الوضع طبعا بحكي له بايفوت، انا من الجدول الوسيط هات لي الكوانتيتي او هات لي البرايس، بس احنا عملنا از عملنا رينيم للبايفوت لكلمه كارت، ومن الكارت بقول له هات لي الكوانتيتي. تمام. ونفس الشيء هحكي له هات لي البرايس. تمام. فهو فعليا هيك انشا الاوردر، بعدين هنا ايش بدا يعبي في الجدول الثاني اللي هو ايش على مستوى الاوردر هذا البرودكتس تبعونه. طبعا لاحظوا انا هنا عندي عمليتين، لو فرضا فشلت لو هذه العمليه نجحت وهذه العمليه فشلت صار عندي خطا في الداتا بيز مثلا. تمام. حينشئ لي اوردر بس بدون برودكتس، او ممكن يكون هنا انشا ما قدرش ينشا برودكت، فلما يجي يتعمل هنا هيقول لي ايش انه انت بتحاول تنشئ برودكت على بتحاول تضيف البرودكتس على نال اوردر، يعني الاوردر هذا نال لانه اصلا ما تمش انشاؤه فوق. يعني في كيس انه انا ممكن بما اني بعمل اكثر من عمليه والعمليات بتعتمد على بعض انه ممكن يكون في خطا يصير في الاول او في او بعد هيك. فالصح هنا بنلجا لموضوع اسمه الداتا بيز ترانزاكشن. تمام. انه انا بقى انه ايش معنى داتا بيز ترانزاكشن؟ انه انا بربط العمليات كلها بترانزاكشن واحد، اي فشل خلال الترانزاكشن بدي اتراجع عن كل العمليات اللي انا عملتها. وهذا الوضع الصحيح لما انا بنفذ اكثر من عمليه في وقت واحد. تمام. هيك انا بشتغلش ترانزاكشن، هيك لو هذه فشلت هو حيكمل هذه، والعكس لو هذه نجحت وهذه فشلت حيضل محتفظ بالقيمه اللي انشاها بالاول، فحيصير عندي مثلا اوردر بدون برودكتس، او هنا هيحاول يضيف برودكتس مش هيلاقي اوردر فيعطيني خطا على مستوى السيستم انه مثلا فيش اوردر. فدائما شغله زي هيك بدنا نلجا لموضوع انه انا كل عمليات اربطها بترانزاكشن عشان يا بتتنفذ صح كلها يا اذا فشلت اي واحده منهم اتراجع عن كل الخطوات اللي انا عملتها. هذه بنسميها اللي هي الداتابيز ترانزاكشن. طبعا اللارافيل بتعمل عامله سبورت لموضوع الداتابيز ترانزاكشن. كيف انا ممكن اشتغل الداتابيز ترانزاكشن؟ ممكن هنا قبل في اول خطوه بجي احكي له بستخدم الدي بي فاكيدز. تمام. واحكي له هنا بيجن ترانزاكشن. تمام. هيك انا بحكي له انه لقيت انا بدي ابدا عمليه ترانزاكشن. في الوضع الطبيعي بس يخلص بدي احكي له ايش؟ دي بي فاكيد نفسها كوميت، يعني ايش؟ اعتمد العمليات اللي صارت. طب لو صار خطا بدنا نعمل حاجه اسمها رول باك، تراجع. طيب هو فعليا لما يصير خطا حيرجع لي حاجه اسمها اكسبشن. تمام. لو صار خطا هنا او في المرحله الثانيه، تمام، اللارافيل هيعمل لي ايش؟ اكسبشن. تمام. فانا لازم اعمل ايش؟ كاتش للاكسبشن هذا وبناء عليه اعمل رول باك. فالبلوك تبعي هذا يفترض احطه جوا ايش؟ تراي. تمام. زي هيك. وايش هنعمل؟ هنعمل كاتش. طبعا كاتش لاكسبشن ممكن نستخدم حاجه اسمها ثروبل. ثرو. تمام. هذا عباره عن البيرن انترفيس لكل انواع الاكسبشن، يعني اي اكسبشن حيظهر الثروبل حتعمل له كاتش. تمام. طبعا هاي الفاريبل تبع الاكسبشن سميناها اي. يفترض انا في الكاتش اقول له تراجع، فعشان هيك انا جوا الكاتش احكي له ايش؟ دي بي رول باك.
يبقى هذه الكوميت انا الصح احطها وين؟ جوا التراي عشان ينفذها فقط اذا الوضع تمام. غير هيك صار عندي اي نوع من انواع الاكسبشن حعمل ايش؟ رول باك، حتراجع عن كل العمليات اللي تنفذت. تمام؟ لو في لو بدك تجيب الايرور ممكن ناخده من هنا من الاي مسج واعمله ابعته مثلا ملف ليفيو اعرض هذه الرساله لليوزر. يعني هذا كيت انا لو بدي اجيب الرساله ممكن اعمل زي هيك ريتيرن، بس هينا هيرجع مش بدون فيو للاي جيت مسج، هذا حترجع الرساله تحت الاكسبشن اللي صار. تمام؟ اذا هيك انا اذا في عندي عمليات اكثر من عمليه بدنا نستخدم ايش؟ نتعامل مع الداتابيز ترانزاكشن. هذه طريقه من الطرق. في طريقه ثانيه انا حكتبها تحت بس بدون ما اكتب البلوك اللي جواها، انه باجي احكي له برضه دي بي بس حستدعي حاجه اسمها ترانزاكشن. تمام؟ وهذه الترانزاكشن حتاخذ فانكشن. لقيت هذا البلوك كله بحطه جوا الفانكشن زي هيك. هذه طريقه ثانيه لايش؟ للترانزاكشن. يعني بستخدم نظام بيجن ترانزاكشن. تمام؟ وفي الان بدي اكون عامل موضوع الكوميت والرول باك، ولازم اكون عامل هنا تراي وكاتش، او هذه الفانكشن اوتوماتيك. اذا صار اي خطا هي حتعمل رول باك، اذا صار كل شيء تمام هي حتعمل كوميت. فهنا مش محتاج بشكل صريح احكي كوميت او رول باك، هو لحالها الفانكشن تاعت الترانزاكشن لما تيجي تنفذ الفانكشن تبعتي هذه اذا صار اي اكسبشن هي حتعمل رول باك. تمام؟ اذا ما صارش اي اكسبشن هي حتعمل كوميت بشكل تلقائي. فهذه الطريقه برضه ايش؟ طريقه ثانيه لكيف انا اشتغل ترانزاكشن. هخليها لكم ككوميت. طيب يفترض اذا ضاف كل البيانات صح ارجعه وين؟ على ريتيرن مثلا لريدايركت للصفحه تعرض كل الاوردرز تبعت اليوزر. فانا حاليا نحكي حيكون عندي ريدايركت لراوت تمام اسمه اوردرز دوت اندكس، اللي هو حتعرض لليوزر ايش ايش الاوردرز تبعونه اللي هو طلبهم. عشان هيك حنيجي هنا في ملف الويب بنعرف الراوت هذا. لا انت بدك تبني، انت بدك تبني نظام الريبورت. هنا حيكون عندي بطريقه الجيت مثلا لو انا سميته اوردرز الراوت حيروح على نيم اوردر دوت او اوردرز دوت اندكس. افترضنا هيك اسم او خليها اوردرز اسم الراوت اوردرز، وبرضه محمي بالميدل وير تبع الاوث. هاي الراوت تبع الاوردرز، وهي انا هنا هحكي له ارجع لي لمين مش مشكله مش هتفرق كثير. طبعا لو انا تبعت معاه فلاش مسج مش بحكي له ويذ مثلا، حيكون عندي حاجه اسمها سكسس، وابعث له المسج مثلا اوردر كرييتد عشان اعرض لليوزر انه هذا انه تم اضافه الاوردر. طبعا هذا الراوت انا بس عشان مش فيش له ملف فيو فانا هعمله بشكل سريع فانكشن اندكس اللي هو اللي احنا عملناها، وحتعمل يفترض ريتيرن للاوث يوزر الاوردرز تبعونه. اوث يوزر ايش حترجع لي؟ اليوزر موديل الحالي. الاوردرز هذه الريليشن انا عملتها انه اليوزر له اكثر من اوردر. تمام؟ فهذه اوتوماتيك هتروح ترجع لي اري بكل الاوردرز تبعته بس بدون فيو، انا عملتها بس عشان نشوفها مش اكتر. خلينا نعمل تيست هالوقت لموضوع التشيك اوت اللي احنا عملناه. فبدنا نرجع لملف الكارد نخلي وين زر التشيك اوت اللي كان موجود. هيو هو عامله لينك، انا هحوله مش هينفع نحوله لبوتون لانه لو حولناه لبوتون وين هو بداية الفورم هنا نهايته. فانا هخليه جيت. هنا هنحكي له روح لي على الراوت تبع الاوردر. ما ينفعش اعمل سب، لو خليته زر سبميت وانا موجود في فورم واحد معناته هيروح على اي، وين هيروح؟ على ها. فيا بدي اطلع الزر برا الفورم يعني بدي اغير مكانه، يا بدي اسكر الفورم مثلا اخلي الفورم يكون حدوده من مثلا، يعني بدي اضطر اعدل شويه في التظبيط. اللي ما ينفعش يكون انا عندي زرين سبميت وكل زر بدي يروح على مكان مختلف، ما بظبطش لانه خلص السبميت بنفذ الاكشن تبع الفورم.
فانا عشان هنا بس احنا جميع الاحوال احنا ما استخدمناش الفورم. لو لاحظتوا احنا في الاوردر ما استخدمتش الريكوست كله، تمام؟ هو الصح تكون طريقه بوست ما تكونش طريقه جيت، صحيح، تمام. بس احنا بهدف التوضيح هحول هذه الطريقه لجيت بتاعت الستور، وبالتالي انا هنا في الملف الويب هخلي حتى عمليه الكرييشن بطريقه الجيت. فانا مثلا ممكن اخليها اوردرز سلاش كرييت، هيروح لي على الستور. هنا هخليها زيرو، هيروح على الراوت اللي اسمه اوردرز دوت كرييت دوت ستور، احنا سمينا الراوت. نرجع ملف الكارت، عملنا ريفريش، طبعا الاوردرز دوت ستور احنا سمينا اوردرز لحالي، خلي اوردرز الوقت تمامنا. هذا هيروح على الجيت يفترض ينفذ الجو اللي احنا كتبناه في الستور. طبعا لو فيش عندنا اي مشاكل يفترض هيخزن لي اوردر في جدول الاوردرز، وهيخزن لي برودكتس في التفاصيل تبعته، وهيكون في عندي 3 برودكتس بالقيم هذه 2 و5 و2، والبرايس اللي هي 50 40 300. خلينا نعمل تشيك اوت ونجرب. طبعا طلب اعمل لوجن لانه انا صار لي ساعه بكتب، لانه احنا حطينا زي ما ذاكرين في الكونفيجريشن خلينا 5 دقائق. طبعا هذا الخطا اللي صار انه لازم اضيف القيم هذه في الفيلابل تاعت الاوردر لانه احنا مش حاطينها. فلو رجعنا على الاوردرز كنترولر، طبعا ليش اعطاني الرساله هذه؟ جيت اعمل كرييت للقيم هذول وانا مش عامل فيلابل للاوردر، مش عارف اذا هنا بظبط نحكي له فورس كرييت او لا. خلينا نجربها فورس كرييت، وعملنا ريفريش. قال لي انه اليوزر اي دي داز نوت هاف ا ديفولت فاليو، مع انه يفترض ياخده من هنا، بس عشان حكينا له فورس كرييت ما فهمهاش، لازم نضلها كرييت. وبالتالي بدنا نرجع عندي ظهر انه مش عارف اليوزر، مش عارف الفاريبل بعد التراب، هذا مش عارف جوا، لا ماشي علاقه، بس هو انت بتكون برضه مش عامل لك لوج اوت كاين. لا عم جزء الكود نفسه يعني. هاي خلينا نحكي فار دم لليوزر، وهي ريتيرن عشان ما يكملش. ايوه في عندي موديل يوزر موجود، تمام. طيب احنا صح هروح على الاوردر موديل بشكل سريع، وممكن نعرف مش فيلابل، نعرف الجاردد تكون فاضيه، بروتكتد جاردد تكون قيمتها فاضية، وهيك أنا بسمح بكل القيم، تمام. واحتياطا هروح على الأوردر برودكت وأعمل نفس الخطوة. طب هاي ريفرش الوقت، إيش افترض؟ إنه اسم التيبل أوردر برودكت تبع مين؟ هاي جدول الوسيط، يعني هنا احنا ايش حطينا؟ اوردر برودكتس، مع انه حكي له انه احنا اسم التيبل، بس احنا في الموديل في الريليشن مش محددينها. يعني لو رجعنا على الاوردر يفترض هنا نحكي له مين، لما نستخدم بلونكس تو ماني لازم نحدد اسم التيبل، هو اسمه اوردر اندرسكور برو برودكتس. لا هو ديفولت هيك، او حتى برودكت الاو قبل الاو قبل حضر هيك الديفولت بالنسبه له، انا عندي في الداتابيز هيك مسميه. طبعا لاحظوا وقت هنا صار عندي خطا، صار خطا معناته حتى لقيت هو فعليا عدى الجزئيه هذه، تمام، بس عند لما يشتغل على الريليشن تاعت الاوردرز اعطاني الخطا. فيفترض بما اني عامل ترانزاكشن ما لقيش الاوردر، هو عمل رول باك. فلو رحنا على الداتابيز على الاوردرز لازم الاقيها فاضيه، هي فاضيه لسه، لو ما كنتش عامل ترانزاكشن كان حلاقي الاوردر موجود بس بدون برودكت. احنا قد صلحنا المشكله، رحنا طلبنا الصفحه مره ثانيه، هاي ايش؟ انشا الاوردر ورجعني على بيانات الاوردر، هذه بيانات الاوردر اللي صار.
اللي هو يوزر رقم 2، عفوا هذا الاي دي تبع الاوردر. لاحظوا الاي دي اخذ 2 ما اخذش 1، لانه لما الوقت الاوتو انكريمنت في الماي اس كيو ال، لو انا نفذت عمليه وتراجعت عنها خلص راح علي الاوتو انكريمنت. عشان هيك لاحظوا بدا من 2، وهذا دليل انه فعلا عمل اوردر بس عمر عن عمر رول باك. طبعا هاي الستاتس تبعته، وهي قيمه التاكس 14 زي ما عملناها، والديسكاونت والتاريخ اللي كريتد تبعه. يفترض هالوقت هاي الاوردر موجود تمام، وهنلاقي في الاوردر برودكتس الثلاث منتجات اللي جبناهم من الكارت كلهم تابعين للاوردر رقم 2، وهي ارقام الاي دي تاعت المنتج، وهي الكوانتيتي تبع كل واحد والسعر تبعه. هيك انا صار عندي الاوردر موجود. طيب بتضربه بعد هيك في اي بي اي لموقع دفع بده يصير هنا في الو... في ال... يا بدك تعمل خطوتين، يا اما قبل ما تنشئ الاوردر يكون هو دافع، وبالتالي اصلا قبل ما تنشئ الخطوات هذه بدك توجهه لصفحه الدفع، ولو رجع لك انه دفع تنشئ الاوردر له، او ممكن تضله زي هيك وانت عامل ستاتس انه بندق بيمنت، وبصير عند اليوزر زر انه ايش كومبليت بيمنت، زي ما بصير في اللي اشتغل على علي اكسبريس بنشئ الاوردر بحط لك زر جنب الاوردر انه يلا ادفع هالوقت عشان اعتمد الاوردر. فبتغير ساعتها بس الستاتس تبعت الاوردر من قيمه لقيمه. هنحاول يعني اذا لحقنا في اخر الكورس نربط الشغل تبعنا هذا مع بيبال تمام، بس هالوقت انا بدي اركز نعطيكم شغلات في اللارافيل، بعطيك موضوع الرابط ممكن حتى لو عملكم اياه، لو خلصنا الكورس ما لحقناهوش ممكن اعملكم اياه لايف على الجروب تشوفوه بنفسكم يعني تمام. طيب هالوقت نيجي لموضوع شويه جديد ومش صعب، موضوع اللي هي حاجة بنسميها الايفنتس. الوقت انا صار عندي هنا ايفنت، ايش هو الايفنت اللي صار؟ انه انا تم انشاء اوردر. في بعض الاحيان انا لما يصير عندي ايفنت معين بدي انفذ عمليات ثانية غير مرتبطة بهذا الايفنت. مثلا انا الشخص عمل لي اوردر، فيفترض مثلا بدي ابعث تنبيه او نوتيفيكيشن لصاحب المتجر انه في واحد عمل اوردر عشان اتبعه. طبعا التنبيه ممكن انه ابعث له مثلا رسالة على الايميل، ممكن ابعث له رسالة اس ام اس تمام، ممكن مثلا اعمل عمليات جانبيه غير موضوع التنبيه، فانا في النهايه عندي ايفنت وممكن هذه الايفنت اربطها بعمليات ثانيه. طيب فكيف بدنا نتعامل مع الايفنتس؟ انا ليش بدي احكي موضوع الايفنتس اليوم؟ لانه شغلنا لقدام مع النوتيفيكيشنز مرتبط بمفهوم وكيف تكون فاهمين موضوع الايفنتس. موضوع الايفنتس في اللارافيل مش صعب، هو عباره عن انه انا بنشئ ايفنت باسم معين، وبصير لما الايفنت هذه تحدث ايش بده يصير، بدي اكون انا رابطها بالعمليات اللي حتصير فيها. فعندي حاجه اسمها ايفنت وعندي حاجه اسمها الليسنر تمام. الايفنت هو العمليه نفسها، الليسنر هو الكود اللي حيتنفذ عند حدوث هذا الايفنت. فانا بربط يعني ففعليا الايفنت لها اكثر من ليسنر، يعني ممكن الايفنت الواحده يكون عليها اكثر من ليسنر بيستمع هل صارت الايفنت او لا. اذا صارت معناته بدي انفذ كود معين. طب كيف بدنا نشتغل احنا موضوع الايفنتس في اللارافيل؟ ممكن انا انشئ ايفنت اوبجكت او ايفنت كلاس. هنستخدم الكوماند تبع الارتيسان واجي احكي له هنا ايش ميك نقطتين ايفنت. ايش اسم الايفنت؟ اسميها الاسم اللي بدي اياه. مثلا نحكي ايش اوردر كرييتد، انه في عندي اوردر صار، فانا هي سميت الايفنت بالاسم هذا. هتلاقي انه ايش في مجلد الاب صار عندي مجلد جديد اسمه ايفنتس، جوا الكلاس تبعتنا اسمه اوردر كرييتد. لو فتحتوها هتلاقوها كلاس عاديه جدا مش عامله اكستند لاي حاجه، بس عامله شغلات زي يوز ديسباتشابل والانتر اكس وذ سوكتس والسيريبل، فعليا مش هنحتاجهم بس هو حطهم باي ديفولت. وموضوع قصه البرودكاستنج هاي هنتكلم عنها. طيب انا فعليا في الايفنت هذا ايش بيهمني؟ تلاحظوا الايفنت بتحتوي على فعليا بيهمني اكثر شيء الكونستراكتور، هذه حتى البرودكاست اون مش هتلزمنا في المرحله هذه تمام، فممكن احذفها ممكن اخليها. اللي بيلزمني اكثر موضوع الكونستراكتور لقيته لما انشا ايفنت وبحكي لي انه تم انشاء اوردر، يبقى انا لازم اكون عارف مين الاوردر اللي تم انشاؤه صح؟ يعني كده انا عندي الاوردر ممكن يكون عندي اكثر من اوردر في الداتابيس، طب مين الاوردر اللي تم انشاؤه؟ لازم اكون عارف اي اوردر بالضبط اللي تم انشاؤه في لحظه ما انا استدعيت الايفنت هذه. عشان هيك هستغل الكونستراكتور هذا عشان ابعت للايفنت الاوردر اللي صار. فانا ايش راح افترض؟ معناته هفترض انه هذا الكونستراكتور حياخذ موديل نوعه اوردر، موديل تبعنا طبعا الفاريبل حسميه اوردر، وبالتالي انا هنا حكون معرف بروتكتد بروبرتي اسمها اوردر
بحيث انه انا في الكونستانت ايش احكي له؟ this order يساوي الاوردر اللي وصلني. this order اللي هي هنا تمام؟ هذا عشان بمجرد ما استدعي الايفنت اخزن الاوردر عندي على مستوى الكلاس، عشان اقدر اخزن الاوردر على مستوى الكلاس فحطيته جوا بروبرتي جوا الكلاس. ايش في شغلات ثانيه انا محتاجها ممكن اضيفها؟ يعني لو مثلا مين اليوزر اللي عمل الاوردر، لو انا محتاج ابعته ببعته، بس انا فعليا الاوردر بيحتوي على اليوزر اي دي، فانا مش محتاج ابعت مين اليوزر تمام. فانا ممكن استغل الكونستراكتور تبع الايفنت عشان ابعت اي بيانات انا محتاجها بعد هيك، خاصه في الليسنر. الليسنر حكيت هيستمع على الليسنر اللي هيستمع على الايفنت، اذا هو محتاج بيانات فانا بدي اكون حاطط في الايفنت البيانات هذه اللي هيحتاجها الليسنر بعد هيك. طيب حكيت هذا الايفنت. طب الايفنت زي ما حكينا بيكون مرتبط بحاجه اسمها الليسنرز. انا حاليا فيش عندي ولا ليسنر على الايفنت هذا، وبالتالي لو صار الايفنت هذا مش هيصير اي شيء. طب انا فعليا كيف بعمل استدعاء للايفنت، او كيف بفهم اللارافيل انه صار الايفنت هذا؟ نرجع للاوردرز كنترول تبعنا. انا بعد ما خلصت وقبل ما مثلا ريدايركت، او هنا فعليا هان بعد الكوميت هيك، انا متاكد انه صار عندي اوردر، فانا يفترض في المنطق هذا احكي له ايفنت نيو اوردر كرييتد. الايفنت هذه فانكشن بتعمل زي استدعاء لكل الليسنرز المرتبطه بالايفنت اللي انا بعثت له اياه. انا لاحظ ايش حطيت هنا؟ انستانس من الاوردر كرييتد ايفنت اللي انا انشاتها قبل شويه. يعني الايفنت ميثود هذه ايش بتاخذ؟ بتاخذ اوبجكت من الايفنت نفسه. فانا مين الايفنت اللي بدي استدعيها؟ الايفنت اللي انا سميتها اوردر كرييتد، فانا بعت اوبجكت منها عشان هيك عملت نيو منها انستنس تمام. طبعا هذا الاوردر كرييتد لما انا عرفتها ايش بتاخذ في الكونستراكتور تبعها؟ بتاخذ الاوردر، معناته لازم ابعت لها مين؟ الاوردر تبعها تمام. الوقت اللارافيل حتروح تلقائيا بمجرد ما يخلص ينشئ الاوردر حيعمل حاجه تريجر للايفنت هذه، فاذا في ليسنرز مرتبطين بهذا الايفنت حيتنفذوا. احنا في الوضع الطبيعي فيش عندي ليسنر، فعادي لو انا خليتها زي هيك مش حيقول لي فيش ليسنرز، لا عادي هو حيعمل تريجر، لقى ليسنرز حينفذوا، ما لقاش مش حيعمل اي حاجه. معناته وظيفتي بعد هيك انه اصير اربط الليسنرز بهذا الايفنت. طبعا لما نيجي نشتغل سيستمز، انت ممكن يكون الهدف انك انت ممكن تحط الايفنتس في اماكن كثيره، يعني تنشئ مجموعه من الايفنتس في كل مكان معين تنشئ ايفنت. طبعا هذا ايش بتصير ميزتها؟ انه ممكن اي شخص حابب يعمل اكستند على الابلكيشن تبعك، بدل ما يجي يضيف كوده هنا، يعني مثلا لقيت انا في واحد بعد ما يتم اضافه الاوردر بيروح يبعث تنبيهات او بده يبعث ايميلات، فبدل ما هو يجي يفتح الكود تبعك ويحط الكود هنا يدويا، ايش بيروح يسوي؟ هو عارف انه في المنطقه هذه انا بستدعي الايفنت هذه، فبروح يعمل ليسنر على الايفنت هذه على اساس ينفذ الكود تبعه بدون ما يضطر يعدل على ملفك انت. هذا الهدف من استخدام الايفنتس، انه انا ممكن اسمح لمطورين ثانيين يعملوا اكستند للابلكيشن تبعي. يعني اذا حدا اشتغل على وورد بريس مثلا تمام، وورد بريس بتسمعوا انه في حاجه بسموها بلجنز، انه اضافات بتنضاف عليها. طبعا في الوضع الطبيعي انا ممنوع اعمل تعديلات على الكور تبع الوورد بريس، فانا طب انا كيف بدي اضيف اكوادي في الكور؟ الوورد بريس عمل لي مجموعه من الايفنتس، فانا مثلا عند حدوث حدث معين بقول له طب نفذ الكود هذا او اعمل لي كذا، فهذه نفس الفكره بتصير. فهذه طريقه، يعني استخدام الايفنت لها طريقه هدفين، انه انا اساسا جوا السيستم تبعي ممكن اكون بدل ما يكون كل كودي في مكان واحد بصير انا بعمل ايفنت وبربطها باكثر من ليسنر. الشغله الثانيه لو انا بيكون عامل ابلكيشن وبدي اسمح لمطورين ثانيين يعملوا اكستند، يضيفوا بلجنز او اكستنشنز على الابلكيشن تبعي، فبيستغلوا جزئيه الايفنتس اللي انا بكون بنيها في السيستم. فانا ممكن يكون انا عامل مجموعه من الايفنتس بس مش رابطها باي ليسنر، بصير دور المطور الثاني هو اللي يعرف الليسنرز هذول. طيب كيف انا بنشئ ليسنر للايفنت هذه؟ تمام، نيجي نحكي بي اتش بي ارتيسان ميك ليسنر وبعطيه اسم. مثلا انا هذا الاسم بسمي الليسنر اللي هو سند ايميل تو ادمن، مثلا ابعت لي ايميل للادمن صاحب الموقع، او مثلا لاوردر للاوردر اونر، او يعني انا بسمي الاسم زي ما بدي. ايش بدي ايش يعني فعليا بسميه بالاسم اللي حيعمله، ايش حيسوي هو؟ مثلا سميت الاسم سند ايميل مثلا تمام.
هذا زي هيك. طبعا في طريقه هاجي تو سوا هلاقي انه عمل لي listeners folder جوا مين الكلاس تاعت السند ايميل. طبعا برضو نفس الفكره listeners عباره عن كلاس، بس هذه الكلاس لازم تحتوي على ميثود اسمها هاندل. تمام، هاندل هنا هحط الكود اللي حيتنفذ عند حدوث الايفنت. طبعا عشان هيك ليش تلاحظ ايش بيعطيني؟ بيبعث لي الايفنت. فلو انا هذه ربطتها بالايفنت تبعت اللي اسمها اوردر كرييتد، فالايفنت فاريبل هذا حيكون هو عباره عن الايفنت اللي اسمها اوردر كرييتد. تمام، فانا لو انا معني انه يكون الايفنت محدده مش اي ايفنت يبعث لي، فبحكي له بدك تستخدم، انا بتوقع انك تبعث لي الايفنت اللي اسمها اوردر كرييتد. فهيك بهيك بكون بالضبط انا محدد انه انا هذا الليسنر بس بده يشتغل على مستوى الايفنت تبعت مين؟ الاوردر كرييتد. هنا بيجي الشغل، انا ايش حاعمل؟ يعني هنا مثلا مفترض اكتب الكود اللي حيبعت الايميل مثلا للادمنستريتور انه في اوردر تم اضافته. تمام؟ حنيجي لنكتب الكود تبع الميل، بس خلينا نشوف ايش حنعمل. انا ممكن الوقت للتوضيح حاعمل دي دي ل الايفنت نفسه. طبعا دي دي زي الفار دامب، فانا بدي اشوف لقيت بمجرد ما اعمل اوردر جديد حيضيف طبعا حيمشي على الخطوات، حيضيف الاوردر. تمام، حيجي يعمل ايش؟ ايفنت، فحيروح يستدعي الليسنر المرتبط بالايفنت. طب هو كيف ربط الليسنر؟ هالوقت باي ديفولت اللارافيل عندها حاجه بيسموها الاوتو ديسكفري. ايش يعني اوتو ديسكفري؟ هي اوتوماتيك بتروح تبحث على كل الايفنتس اللي في مجلد الايفنتس، وبتروح تبحث جوا الليسنرز اللي في مجلد الليسنرز، واي ليسنر انا محدد له بشكل صريح في الهاندل ايش نوع الايفنت هي حتربط اوتوماتيك بيناتهم. تمام، هذه بيسموها الاوتو ديسكفري. طبعا اضافوها من اصدار 5.8 اعتقد، فهي اكيد في 6 موجوده في 7 موجوده. طب لو انا بشكل يدوي بشكل صريح بدي اربط كل ليسنر بالايفنتس تبعته، يعني خوفا انه انا اكون مثلا غلطان، او انا هنا فعليا مش محدد اسم الايفنت او نوع الايفنت، هيك هيك في الاوتو ديسكفري مش حتشتغل. تمام، ففي عندي حل كيف اعمله، انه انا بروح على البروفايدرز. وين البروفايدر؟ هايها في هتلاقوا حاجه اسمها ايفنت سيرفيس بروفايدر، شايفينها؟ في الايفنت سيرفيس بروفايدر كلاس هلاقي عامل هو بروبرتي اسمها listen. هذه عباره عن كي فاليو، الكي هو عباره عن اسم الايفنت الكلاس تبع الايفنت، والفاليو عباره عن اري بكل الليسنرز المرتبطين بهذا الايفنت. طبعا هو باي ديفولت عنده ايفنت اسمها ريجسترد. تمام، وربطها بموضوع السند ايميل فيريفيكيشن نوتيفيكيشن. متذكرين لما ربطنا موضوع الفيريفاي هو عملها بطريقه الايفنت، انه بمجرد ما اليوزر يصير ريجسترد بيروح يستدعي الليسنر اللي حيبعث الفيريفيكيشن ايميل لليوزر. تمام، فانا وقت بنفس الاليه ممكن اجي احكي له زي هيك اللي هي كرييتد، هي اسم الايفنت تبعتنا كرييت، عفوا اوردر كرييتد هذا اسم الايفنت كلاس، هيأشر على اري بتحتوي على اكثر من ليسنر. احنا حاليا عندي ليسنر واحد اللي احنا قبل شوي انشاناه اللي هو ايش اسمه؟ سند ايميل، طبعا كلاس. لو في عندي كمان ليسنر برضه حيتم استدعائه، ولحظه ما يحدث هذا الايفنت نفسه بضيفه في الاري هذه. فهيك انا ربطت بشكل يدوي كل ايفنت بالليسنر تبعها او مجموعه الليسنرز تبعونها. طبعا لو انا كنت منشي مجموعه من الايفنتس والليسنرز، ممكن هذه الخطوه اخلي اللارافيل هو يعبي لي اياها. تمام، فانا ايش ممكن أقول؟ لكن لو انا مسحتها، تمام، انا ممكن اخلي اللارافيل يعبي لي الاري اللي اسمها listen. كيف؟ من خلال كوماند زي هيك بي اتش بي artisan اعتقد ايفنت، انا اتذكر هي ايفنت جنريت حرف الاي، هاي ايفنت جنريت. ايفنت نقطتين جنريت، هذه ايش حتعمل؟ حتروح تبحث بمجلد الليسنرز. تمام، على كل الليسنرز اللي بيعملوا ليسننج على ايفنت معينه. طبعا من وين حيعرف الايفنت؟ لازم الليسنر تبعنا يكون ايش عامل؟
وين راحت؟ كأنه راح. لازم الليسنر احنا كاتبينه في الهاندل اكون محدد نوع الايفنت، لو انا مش محددها مش هيقدر يربط. تمام؟ عشان تشتغل معنا الجنريت هذه صح، معناته انا بدي اكون على مستوى الهاندل محدد بالضبط هذا هاندل لاي نوع من انواع الايفنتس اللي حتصير، او ايش اسم الكلاس تبع الايفنت هذه. احنا هنا عاملينها بقيت لو حكيت له ايفنت جنريت عمل له جنريت، فلو رحت على ايفنت سيرفيس بروفايدر هلاقيه مش عامل حاجه. ممكن عشان احنا فاتحين الملف نرجع مرة تانية هاندل في الهاندل اوردر كرييتد. تمام في الليسنرز هاي ما مول سيف عشان نتأكد وهي الايفنت اسمه اوردر كرييتد مفترض. تمام ولا ذمة الدوكيومنتيشن بصراحة يعني. نرجع نشوف ايفنت سيرفيس بروفايدر برضه ما ضافش. خلينا نتأكد من شغلة، ممكن في شغلة في الكونفيجريشن لازم يكون عاملينها في الكونفيج، في إن حاجة اسمها ايفنت. لا مش عارف ليش ما ضبطتش. احنا عموما جميل الاحوال هو يفترض انه حيعبي لي هذا الاري زي ما احنا كنا عاملينها قبل شويه، فاحنا حاليا نرجع نحطها يوزر عشان الوقت بس حفرجيكم الدوكيومنتيشن في الاخر الوقت. نفس اللي حكينا اذا هذه الايفنت اللي هي اوردر كريتد مرتبطه بمين؟ بالكلاس تبع سند ايميل كلاس. طيب الوقت لو ضفنا اوردر جديد، طبعا في احنا في شغله ما عملناهاش، يفترض بعد ما اضيف اوردر ايش اعمل؟ الوقت انا ضفت اوردر لليوزر يفترض ايش اعمل؟ افضل السله صح؟ لقيت السله ضايله فيها، فكده انا بقدر اعمل اوردر بنفس البيانات برضه ميزه عشان نجرب الايفنت. تمام بس يفترض انه انا في الخطوه اللي بعد هيك انه بمجرد ما اخلص اضيف عندي كمان عمليه ثالثه اني افضي السله تاعت اليوزر. كيف انا ممكن افضي السله تاعت اليوزر؟ يوزر كارت برودكتس اللي هو الريليشن احنا تاعت الكارت برودكتس، ممكن على طول احكي له ايش؟ ديليت، احذف لي كل الايتمز المرتبطه باليوزر هذا من الكارت برودكت ريليشن. فانا برضه مش محتاج اعمل لوب يدوي، ممكن استغل برضه، بس هنا طبعا لازم احط القوسين عشان هتعامل مع الريليشن، ما تنسوش القوسين. فانا ايش من الكارت برودكتس كل البرودكتس الخاصه بهذا اليوزر الموجودين في الكارت انا ايش بقول له؟ قاعد ديليت. ففعليا صار عندي الترانزاكشن ثلاث عمليات هنا. طيب خلينا نجرب نعمل ترانزاكشن. فانا يفترض لو استدعينا حاجه اسمها اوردرز كرييت حينشئ لي اوردر جديد حيرجعني على الصفحه هذه، طبعا انا مش عامل لوجن. كانت فورين كيز فورست كونس عشان الفورين كيز ما رضيش يحذف. انا هذه غلطه، ثواني احنا عملنا غلطه كبيره، هذا هيحذف البرودكتس نفسها. هذه الديليت مش هتحذف اللي في الريليشن، هذه هتحذف البرودكت نفسه، لانه هذا ايش بترجع؟ بترجع موديل برودكت صح؟ كارت برودكت ايش بترجع؟ طبعا قد حتلاحظوا هنا صار عندي خطا، فحلاقي الداتا بيز لسه ضايل فيها ايش؟ اوردر واحد. لو رجعنا على الاوردرز اعمل رول باك طبعا. طيب اللي صار انه انا عندي اليوزر تمام، الكارت برودكت بترجع مين؟ برودكت. حتى هو ايش حاول؟ حاول يحذف البرودكت نفسه من جدول البرودكت مش الريليشن اللي بيناتهم. هنا عشان اعمل احذف الريليشن بيناتهم هنعمل علاقه شغل عكسي. ومنيح اللي وين راحت الاوردرز كنترولر تبعنا؟ كتر الملفات وطرت شايف انا. ايوه هنا فعليا مش هعمل دي اتاش، هعمل زي هيك، هعمل فور ايتش برضه حلف
أو ليش النف بما أنه إحنا بس أنا احتياطا خليها في الخطوة لحال. هعمل لوب مرة ثانية على هذه الخطوة، هعمل مرة ثانية لوب على المنتجات تبعت اليوزر برضو هنا مثلا as product، يعني هناخد الفور لوب هذه زي ما هي. طيب هلقيت العلاقة بين الكارت برودكتس واليوزر هي برضو ماني تو ماني صح؟ فالوقت انا عندي الاتاش كنت اضيف على علاقة الماني تو ماني، في عندي حاجة اسمها تي اتاش تعمل حذف من علاقة الماني تو ماني، فانا لقيت حاجة احكي له زي هيك اليوزر من برضو الريليشن تاعت الكارت برودكتس، مش احكي له هنا اتاش، احكي له دي تاش لعكس الدي اتاش، وايش حيبعت له هنا؟ حيبعت له فقط البرودكت اي دي، فبقعد احكي له احذف لي البرودكت اي دي من الريليشن هذه. تمام تمام، فدي دي تاتش هذه حتعمل حذف من الجدول الوسيط مش من جدول البرودكت. هاي ريفرش اللي طبعا هالقد صارت اللي قال اوف سيت تايب، هنا بدنا نضطر نعمل خذ صور. طبعا ليش ظهرت الخطا هذا؟ تمام، هذا الخطا اللي صار سببه موضوع البرايمري كي، انه الجدول الوسيط هذا اللي اسمه كارت، مع انه احنا عملناها ولا لا، هذه في الكارت برودكتس هي جدول الوسيط. افترض بس انا مبدئيا عشان نضيعش وقتنا كتير هروح احكي له من الكارت وير اليوزر اي دي قيمته اليوزر الحالي اللي عامل لوجن اي دي، والشرط الثاني وير البرودكت اي دي برودكت قيمته هو البرودكت اي دي هذا، حتى بلاش هذه الخطوة بنعملها بخطوة واحدة، هنكتبها زي هيك كل احذف لي كل اللي في الكارت لليوزر مين؟ العامل لوب. ليش الف على اللوب؟ ليش اقعد الف على البرودكتس؟ انا هيك بدي احذف كل البرودكتس لهذا اليوزر، فحطيت شرط فقط على مين؟ على مستوى اليوزر انه احذف لي كل اللي في الكارت لليوزر اللي انا بعثت لك الاي دي تبعه، فهيك انا فضيت الكارت. تمام، فمش محتاج اصلا اعمل لوب اساسا. هاي ريفرش اخر مره، هذه من وين اجت الدي دي؟ هذا استدعى الايفنت، هذه الايفنت، لاحظ الايفنت ايش بتحتوي؟ هي على الاوردر وهي تفاصيل الاوردر. طبعا في الاتريبيوت حنلاقي بيانات الاوردر، هيو هو الاوردر اخذ يوزر اي دي رقم قديش؟ 5. هذا الاوردر تم انشاؤه وانا بعته للايفنت. ايوه تمام، هذه الدي دي طلعت لانه انا قلت له في الليسنر ايش يعمل؟ دي دي، فهو فعليا لما انا قلت له ايفنت للاوردر كرييتد راح استدعى الليسنر اللي انا سميته سند ايميل، وانا حاطط في قلب الهاندل تبعه ايش؟ جمله الدي دي هذه، وسند ايميل راحت هاي نفذ الجمله هذه. وطبعا لاحظ انه نوع الايفنت اللي رجع هيو الاوردر كرييتد تبعنا. تمام، فهيك صار انا يفترض في المنطقة هذه اعمل الشغل اللي مثلا هيبعت ايميل. كيف نبعت ايميل؟ انا وقت خذوا المقدمة كيف نبعت ايميل. الوقت عشان نبعت ايميل في عنا عدة طرق. تمام، الطريق ممكن انا اعمل طريقة، ممكن نستخدم الميل فاكيتس، لا خطأ خلي الميل بعدين لانه فيها شرح كتير والكونفجريشن فخليها لبعدين، احنا بس اهم اشي فكرة الايفنتس كيف احنا اشتغلنا على عليها. تمام، خلي الميل بعدين، خليها دي مبدئيا لكم.
طبعا ممكن تستغلوها لو انا بدي مثلا موضوع الايفنتس انا ممكن استغله موضوع الاوديتنج. انا مثلا عامل زي نظام تتبع للعمليات اللي بتصير، فانا كل عمليه بتصير ممكن اكون رابط الايفنت تبعها انه يخزن لي في جدول الاوديت انه ايش العمليه اللي صارت. فانت بدل ما تكتبهم هارد كودد في البرنامج تبعه موضوع الاوديتنج، تكون تعمل ايفنت كل ايفنت بتصير رابطها انك تخزن مثلا في الاوديت تيبل تبع اللي بدك اياه انه هذه العمليه صارت. تمام، يفضل مثلا تستخدم الايفنت في الطريقه هذه. عشانك عشان نكمل في موضوع الايفنتس، اللارافيل نفسها عامله لي ايفنتس على مستوى الموديل. الموديل نفسه اللي انا بشتغل عليه هذا اللي هو زي موديل الاوردر، موديل اليوزر. تمام، كل موديل هنا موجود عندي في اللارافيل. فعليا اللارافيل عامله عليه نظام ايفنتس. ايش الايفنتس اللي بتصير لما نعمل كرييت للموديل، لما نعمل ابديت للموديل، لما نعمل ديليت للموديل؟ فعليا اللارافيل بتعمل تريجر لايفنتس بالعمليه اللي صارت. فانا لو انا معني اعمل ليسننج على الايفنتس هذول فانا قادر. وبالتالي صار مثلا هذه الايفنتس اسمها اللي انا عملتها سميتها اوردر كرييتد. تمام، هي فعليا في عندي ايفنت جاهزه بموضوع انه صار اوبجكت جديد من الاوردر. تمام، بس هذا ايش بتفرق ميزتها؟ انا هذه استدعيتها في وين؟ اخر شيء الايفنت تبعت الكرييتد اللي بتصير باي ديفولت بمجرد ما هذا الاوردر يتم انشاؤه حيستدعيها. فلاحظوا الفرق في وين صار؟ انه الاوردر الموديل الايفنت تبعت الموديل حتصير بمجرد ما يتم انشاء الموديل. تمام؟ ممكن ما يكملش، ممكن يصير خطا هنا فيعمل رول باك. فانا عشان هيك اضطريت اعملها في ايفنت مستقله. تمام، لكن انا فعليا قادر استغل الايفنتس اللي بتصير على مستوى الموديل نفسه. انا حفرجيكم الدوكيومنتيشن تبعها وحشرح لكم اياها وحنشوف كيف ممكن نستخدمها، وحتى في الدوكيومنتيشن هتكون واضحه. وين راحت؟ في الموديل الايكوانت مودلز. تمام، هاي جزئيه الايفنتس. انا بس كنت في الخطوه تفهم موضوع الايفنتس عشان نفهم كيف الايفنتس هالوقت شغال على مستوى الموديل. تمام، الوقت هذه الاسماء شايفينها بالاحمر، هذه اسماء الايفنتس المرتبطه بمين؟ بالموديل. ريترايفد انه انا عملت سيلكت لموديل، زي لما استدعي فايند، مش انا بحكي فايند، هذه بيعمل لي ايفنت انه انا جبت عملت استدعاء لايش؟ لموديل. كرييتنج وكرييتد، الكرييتنج هذه بيتم استدعاء الايفنت قبل ما ينفذ عمليه الكرييشن. فلو انت بدك تتدخل هنا في المنطقه هذه وتزرع اكواد معينه قبل ما يخزن في الداتابيز، بدك تعمل ليسننج على الايفنت اللي اسمها كرييتنج. بدك تتدخل بعد ما يعمل كرييت ويخلص، في عندي ايفنت اسمها كرييتد. نفس الشيء في عندي ابديتنج وابديتد، هذا لما بدي اجي اعمل ابديت على الموديل قبل ما اعمل ابديت. تمام، بيستدعي ايفنت اسمها ابديتنج، بعد ما يخلص الابديت بيستدعي ايفنت اسمها ابديتد. السيفنج والسيفد هذه بتستخدم في حالتين، سواء كنت بعمل كرييت او ابديت بستدعي دائما السيف. تمام، فالسيفنج بتشمل عمليه الكرييت وبتشمل عمليه الابديت. لو انت معني بالكرييت لحالك تستخدم الايفنتس تبعت الكرييتنج، معني بالابديت لحالك تستخدم الايفنتس تبعت الابديت. طبعا نفس الفكره لموضوع الديليتنج والديليتد. تمام، الريستورنج والريستورد هذه حنيجي نتكلم عنها لما نجي نتكلم عن حاجه اسمها السوفت ديليت. كيف انا ممكن اعمل لسن اللي هي بالطريقه الاسهل على هاي الموديل مثلا تبع اليوزر؟ شايفين هذا موديل اليوزر عادي. الوقت كيف انا بدي اعمل ليسننج على الايفنت اللي اسمها كرييتد؟ قال لي بنروح نعرف ميثود اسمها بوتد، وجواها بحكي له ستاتيك كرييتد. هذا الكرييتد هي اسم الايفنت. تمام، وبعضيها فانكشن. هذه الفانكشن هي فعليا الليسنر اللي على هذا الايفنت، يعني حتتنفذ هذه الفانكشن لما يصير الايفنت تبع مين؟ لكرييتد. طبعا هو ايش بيروح يبعث لي؟ بيبعث لي اوبجكت من الموديل نفسه عشان اعرف مين الاوبجكت اللي تم انشاؤه ومين الموديل اللي تم انشاؤه. هذه الخطوه لو اخذناها هيك بشكل سريع وحطيناها على مستوى الاوردر برضه اللي احنا عملناه. وين الاوردر موديل تبعنا؟ هاي. فلو انا في اي مكان رحت عرفت الميثود هذه اللي هي اسمها بروتكتد ستاتيك فانكشن بوتد، هذه اسمها هيك ثابت لازم التزم فيه. تمام، ستاتيك بتعني انه انا باشر على نفس الكلاس اللي انا فيه، لو حطيتوها سيلف برضه بتزبط. تمام، تمام. الوقت كرييتد هذه اسم الايفنت انا بدي اعمل عليها ليسننج. الفانكشن يفترض انه حيرجع لي هالوقت اوبجكت من الموديل اللي تم انشاؤه، فعليها هيبعث لي الاوردر اللي تم انشاؤه.
ايش بدي اعمل هان؟ برضه هنا ممكن اكتب الكود اللي بدي اياه. فلو انت مثلا هذه بتفيدك في موضوع الاوديتنج مثلا، عمل كريت معناته تخزن انه تم انشاء كريت لاوردر بتاريخ معين بيوزر معين. مثلا انا ممكن اعمل هنا ايش يعمل؟ اخليه يعمل مثلا دي دي، اخليه يطبع لي الاي بي تبع اليوزر اللي عمل الخطوه هذه. او مثلا مين لو عملنا دي دي للاوردر هيعطيني معلومات الاوردر، تمام؟ طبعا هو دي دي ما اعرف ايش حيسوي، حيوقف التنفيذ الاكسكيوشن. فلقيت لو رحنا مره ثانيه قلت يفترض حلاقي الكارت اصلا فضيه، يعني لو رحنا على اليوزرز كارت اللي وين الكارت فضيات، لانه انا نفذت انه يحذف لي بعد ما يضيف اوردر، فانا كده حضطر اضيف بيانات جديده او على الاوردر. طبعا عمل لي لوجن عشان نخلص، نروح على نضيف بس صنف واحد في الكارت ونعمل تشيك اوت، نضيف مثلا الصنف هذا، تمام؟ صار اثنين عشان مشكلة الديفولت، مش مشكلة. حكيت لو ضغطنا تشيك اوت ايش عمل لي هنا؟ استدعى مين؟ استدعى الليسنر تبع الاوردر، لا هات الايفنتس، معناته هو احنا ما خزناش. افترض هنا عمل لي قبل ما يطبع هذيك يطبع لي هذه على مستوى الاوردر. لا هذه وصلت قبل تصير هذه، تمام؟ لا لحظة شوية، أقدر أحكي لك مين بصير قبل الثاني. وين الليسنر تبعنا؟ أو وين الكنترولر؟ هنا عملنا عملنا كوميت، مفترض هذيك تصير قبل هذه. طيب خلينا نوقف هذه مؤقتا. طاقت هو فاضي، فهمنا لو رجعنا على الكارت يفترض فضيت، صح؟ طيب نرجع نضيف منتج جديد. تشيك اوت، لا هذا جاب لي كل الاوردرز، ما نفذش الايفنت هذه. راح الاوردر وفعليا ما نفذش هذه. ليش ما نفذهاش؟ هذه طريقه ثانيه ما لهاش علاقه. طيب ايش اليوز اللي فوق؟ لا هذه شيء ثاني، لا هو هيك خلاص يفترض زي كذا وبس، تمام؟ بس هنا ما نفذهاش، مش عارف ايش مشكلتها، بنبقى نشوفها المرة الجاية نتأكد ليش ما نفذهاش. بس هذه بطريقة، لو انا فعليا انا عندي على مستوى الموديل في عندي ايفنتس جاهزة، كل ما علي بس اني اعمل listening عليها. فعشان اعمل لها listening طبعا في ثلاث طرق، لو انتم قرأتوا الدوكيومنتيشن في ثلاث طرق. في طريقة انه انا اكون عامل class listener، او عفوا عامل event، يعني لاحظ انا ايش سوى، عامل ايفنت مسميها يوزر ديليتد، وعامل ايفنت ثاني اسمها مسميها يوزر سيف، زي الايفنتس اللي احنا عملناها تاعت الاوردر كرييتد، تمام؟ راح ربطها على مستوى الموديل، راح عرف حاجه اسمها ديسباتشز ايفنتس، وحكى مثلا لما يصير استدعاء للسيف بدك تستدعي لي الايفنت اللي اسمها يوزر سيف، تمام؟ والديليت حيستدعي ايش؟ اليوزر ديليت. طبعا في الحاله هذه لازم اكون عامل ليسنرز لمين؟ على مستوى الايفنتس هذول، تمام؟ مش على مستوى الايفنتس هذول. الطريقه الثانيه، لو انا بديش اكون اصلا عامل ايفنتس وبديش اكون معرف ليسنرز، يعني لا عامل لا ايفنتس ولا ليسنر، فبدي اشتغل ان لاين بنسميها، اللي هي الطريقه هذه، بس مش عارف ليش ما ظبطتش قبل شويه معنا. انا بعرف انها كانت بوت مش بوتد، يعني في هي صح بوت، انا هذا بعرفه، بس عشان في الديكوريشن كنا بوتد حطيناها، فهي يمكن السبب. الطريقه الثالثه انه بنعمل حاجه اسمها اوبسيرفر. طبعا هذا شرح الاوبسيرف، انه بنشئ كلاس بعرف فيها فانكشنز لكل ايفنت، يعني بيكون عندي كلاس واحده اسمها مثلا يوزر اوبسيرفر، تمام؟ فبكون عارف مثلا ميثود اسمها كرييتد، فهذه حتكون مقابله للايفنت تبع الكرييتد. حكون عندي ميثود ثانيه اسمها ابديتد بتقابل الايفنت تبع الابديتد، اذا كل ايفنت مقابلها ميثود هيها، تمام؟ بعدين بروح اربطه
باستخدام الاب سيرفيس بروفايدر بحكي له انه اليوزر موديل اوبسيرف اليوزر اوبسيرفر كلاس اللي قبل شوي انشاتها. انا هذه مجربها في بعض الابلكيشنز وشغاله تمام بس هذه حطها وين؟ في السيرفيس بروفايدر عشان من البدايه اقول له انه اليوزر موديل هذا حيكون عليه ايفنت اوبسيرفر وهي اسم الكلاس تبع الاوبسيرفر تبعه. طيب احنا برضه ممكن نفرجيكم الاوبسيرفر هذا المره الجايه مع باقي الايفنتس. ايه كيف لورافيل 7 خلينا نقول هاي خلينا نرجع على 6 برضه ممكن يكون الفيرجن اختلف في 6 حاطينه وين حط في 6 كانه لاغينه ولا لا هي في 7 بوت طلعت تو كانت 7 بس في 6 في 6 شايلينها بس هي في 5.8 موجوده كانت انا استخدمتها. طب بلاش بوت خلينا نحكي بوت انا بعرف في حاجه اسمها بوت وطبعا نضطر نعمل هالجيت ايفنت جديد كارت جديده اخر محاوله مثلا الصنف هذا تمام فيش اللي هو تشيك اوت هاي اشتغلت هي بوت بوتت في فيرجن 7 7 جديد. لو انا بقول اني استخدمتها قبل هيك ما بستغرب ليش ما ظبطتش undefined لا undefined index وين هذه بس هي اب اوردر وين هذه فكره مش هذه بس هو اعطاني شيء ثاني هذا undefined index اب اوردر هذا خطا ثاني هذا خطا يمكن قبل بنشوف عموما بنشوف هذا ايش قصتها وبنتاكد من المحاضره الجايه بفرجيكم اياها بالضبط وعشان نتكلم نربط بعد هيك الايفنت تبعتنا في موضوع ارسال الايميلات ماشي ان شاء الله هي نفس